راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، حوارات ومسجلات نقدية حول الأدب السوري وقضاياه. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. ضيفنا اليوم قاض وشاعر وكاتب سوري، ولد في بلدة كفر نجد التابعة لمنطقة أريحة بريف إدلب عام 1967، يحمل إجازة في القانون من جامعة حلب عام 1989. عمل في محاكم إدلب منذ عام 1995 وحتى تاريخ انشقاقه عن نظام أسد بتاريخ الأول من الشهر الثامن عام 2013. آخر عمل كان له كان رئيس النيابة العامة في منطقة أريحة بمرتبة مستشار. كان عضوا في مجلس القضاء السوري منذ عام 2013، وهو عضو اتحاد كتاب سوريا الأحرار، لكنه آثر إلا أن يكتب قصائد شعرية متنوعة وغلب عليها الطابع الثوري. دعونا نرحب وإياكم مستمعين الكرام بالقاضي والشاعر والكاتب السوري الأستاذ خالد أحمد دعبول. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، ضيفا عزيزا على برنامج الأدب السوري الجديد. أهلا وسهلا أستاذ ماهر، حياك الله، أتشرف في أن أكون ضيفكم لهذا اليوم. حياك الله أستاذ ماهر. أهلا بك. بداية أستاذ خالد، قبل أن ندخل في الكتابة والأدب بشكل عام والشعر، يا ريت لو تسرد لنا بنبذة بسيطة بدقائق قليلة عن عملك بمحاكم نظام أسد قبل الثورة. يا سيدي الكريم، أنا عملت في القضاء لفترة تقريبا 20 سنة بين محاكم إدلب المدينة وأريحة. العمل القضائي كان شاق بسبب طبيعة النظام القائم في سوريا، إلا أنه الحمد لله تحرينا بشكل يعني بالمجال الذي استطعناه، العدالة وإحقاق الحق، والحمد لله رب العالمين. عندما اندلعت الثورة تركنا العمل وانحزنا للثورة، والحمد لله رب العالمين، هذا مشرف لنا ولأولادنا. نعم، بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ خالد، أريد أن أفهم من حضرتك، هل كان يفرض عليكم أشياء من قبل النظام، يعني سواء بعقوبات أو حتى بإطلاق قضايا، يعني هي دعنا نقول كانت تفرض على مستشارين وعلى قضاة سوريين، وهذا الشيء طبعا معروف في سوريا كان على زمان عفوا نظام الأسد، هل تعرضت لمثل تلك الإجراءات؟ لا شك أن كل إنسان عمل في القضاء في سوريا تعرض لبعض الضغوطات، لبعض الأمور التي هي بالأصل خلاف القانون. من فضل الله سبحانه وتعالى مرت طبعا علي عدة أمور، أو تعرضت لعدة ضغوطات في بعض القضايا، إلا أنه من فضل الله سبحانه وتعالى كنت دائما ما أسعى إلى إيجاد تخريجة تحفظ حقوق الآخرين. بالحقيقة يعني نحن كنا نعيش ضمن نظام كان يضع القانون جانبا عندما يريد، ويتمسك بالقانون عندما يريد أيضا وفق المصالح التي يبتغيها. نعم بالتأكيد. أستاذ خالد، حضرتك قاضي طبعا وكنت تعمل في المحاكم كما تحدثنا قبل قليل، لكنك أثرت إلا أن تكتب القصائد الشعرية وقد غلب عليها الطابع الثوري، وهذا شيء معروف بالتأكيد. بداية نريد أن نعرف من حضرتك، كيف تولدت عندك فكرة الكتابة وأنت يعني كنت بعيدا عن مجال الأدب، يعني تعمل في مجال القضاء؟ نعم يا سيدي، فكرة الكتابة موجودة بسهم كل مثقف على ما أعتقد، خاصة من أصحاب الاهتمام. نعم. وما يحفزها ويزيدها نشاطا هو حالة النطق الثوري والحالة الثورية التي دخل بها الشعب السوري.
والتي عاشها ولا يزال يعيشها منذ سنوات. وهذه الحالة تحمل قيم وتصدي للظلم والطغيان وتمرد على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان يعانيه المجتمع السوري. وهذا الجانب يتوافق مع القضاء والعمل بالقضاء. تعلم أن القضاء الهدف منه إحقاق الحقوق والعدالة، وهذا يتوافق مع الحالة الثورية التي نعيشها والتي إن شاء الله. أستاذ خالد، هل كتبت بعض القصائد أو الأعمال الأدبية قبل الثورة؟ والله لا أخفيك، كنت أكتب، ولكن طي الأدراج كانت، تعرف أنت. أنت لا تريد أن تنشر ما تكتب أم أن النظام لم ينشر لك ما كتبت؟ لا، لم أحاول أن أنشر أبدا. حتى الآن أنا، حتى بعد الثورة، من كل قصائدي وكل إنتاجي الأدبي منشور في بعض الصحف، لم أطبع ديوان، ولم أفكر. أوراقي مبعثرة كما تبعثر الشعب السوري في لماذا لا تفكر بطباعة ديوان مثلا معين خاص بحضرتك؟ ربما بالمستقبل، ربما حسب الظروف، يعني نعم. ربما انت حسنت الظروف إن شاء نعم. الله. أستاذ خالد، عندما تكتب، هل تأثرت أو تتأثر بكاتب أو أديب معين؟ يا سيدي، يتأثر المرء بتمرد نزار قباني، الشاعر السوري دائما وأبدا مرجعيته نزار قباني. هذا بالنسبة لي أيضا، أنا نزار قباني رحمه الله أعتبره الثائر الأول. أحب أشعار تميم البرغوثي أيضا، وهناك شاعر عراقي يروق لي جدا يدعى عبد الرزاق عبد الواحد. ما هي الأنواع الشعرية التي تفضل كتابتها دائما، وأكثر شيء من قصائدك كتبت بها؟ يا سيدي، كافة قصائدي تقريبا إلا القليل تتحدث عن الثورة وعن النذق الثوري وعن الحالة الثورية وعن الواقع العربي الرديء وعن الفساد وعن مجمل الحالة التي يعيشها أو تعيشها المنطقة العربية بشكل عام. كتبت أيضا لمدينتي، كتبت لحلب، كتبت لدمشق، كتبت لكافة مدن سورية، طفت عليها مدينة مدينة، وأعتز بانتمائي السوري الذي يمتد ل7000 سنة قبل هذا التاريخ. أستاذ خالد، يعني كتبت عن الفساد الذي كان مستشريا في كثير من المجتمعات العربية وأيضا المجتمع السوري في ظل حتى نظام أسد، ولكن لديك قصيدة بعنوان السيف تحدثت بها عن خذلان المنظومة الدولية، صحيح؟ نعم. ممكن أن نعرف من قصدت بالذات بفساد المنظومة الدولية؟ هل هناك يعني جهة دون أخرى؟ يا سيدي، كافة المنظومة الدولية خذلت الشعب السوري، وكافة المنظومات الدولية القانونية للأسف تتعامل وفق مصالح الدول التي تهيمن وتسيطر عليها. من المعلوم للجميع أن حق الفيتو هو استثناء لفرض المصالح وفرض الهيمنات، وخاصة في الأمم المتحدة. يعني نحن نعيش حالة قانونية تتميز بالهيمنة والخطأ، ويجب الخلاص منها، لأن هناك دول قوية تهيمن على العالم. ماذا قصدت أستاذ خالد بالسيف؟ عفوا، ماذا قصدت بالسيف؟ يعني لماذا أطلقت على هذه القصيدة عنوان السيف؟ يا سيدي، السيف هو رمز للأمة العربية وأمجادها وتاريخها. اسمح لي أن أقول بعض الأبيات من قصيدة السيف لو تكرمت. نعم بالتأكيد. لا نفع للسيف إن ماتت بنا الهمم، ولا يليق به عبد ولا صنم، ولا جدار لقصر بات يحمله، ولا متاحف من قادوا ومن حكموا. السيف يبكي رجالا للعلا، رفعوا ذاك الوميض فما خانوا ولا ظلموا. ما كنت أهلا له حتى تلوذ به، ذاك الدمشقي بتار ومصطلم. خلي السيوف لأهل العز راكعة،
فقد رقيت مكانا دونه الندم. أستأذنك أيضا ببعض الأبيات التي جريت فيها المتنبي: ولا أرقى ولا أدعي أنني أرقى شعريا لهذا الاسم الكبير في عالم الشعر العربي. أقول: لا خيل تعدو ولا بيداء تعرفنا، ولا سيوفا لها من وقعها تلم، ولا رماحا تعالت في مرابعنا، ولا قراطيسنا يهفو لها القلم، وليلنا تسكن الأوجاع أوله، ويستبيح ثنايا جوفه السقم، غلف القلوب وقد ضاعت مداركنا، عمي يعشش في آذاننا صمم. يا سائلي عن بلاد العرب قاطبة، إليك عني فقد أعياني الكلم. كل الوحوش بأرض الشام مرتعها، كل الوحوش بأرض الشام مرتعها، جاست ديار كلاب الروس والعجم، وقد رأينا نيوبا قطعت جسدا، وأقسم القوم أن الليث يبتسم، ونحمل الحقد فيما بيننا عجبا، وندعي أننا بالله نعتصم. ما جمعتنا جراح جد نازفة، ولا دمار ولا موت ولا حمم، ولا ارعوينا وقد ساءت صنائعنا، فلا رشيد ولا في القوم معتصم. شكرا جزيلا أستاذ خالد لهذه الكلمات، صراحة الأكثر من رائعة، وهذا ليس مجاملة في الحقيقة. أستاذ خالد، اليوم كتابة الشعر تراجع الاهتمام بهذا الفن لصالح الرواية أولا، ولسيطرة دعنا نسميهم نجوم الاستعراض في عصر السوشيال ميديا ثانيا. بالتالي ما هي جدوى كتابة الشعر في هذه الأوقات؟ يا سيدي الكريم، يبقى الشعر ديوان العرب وله الصدارة بين كافة الفنون الأدبية. صحيح أنه لا ينافسها بل يقودها، وله وقع خاص عند الجميع، لا سيما أصحاب الذائقة والاهتمام من النخب الأدبية. يعني بصراحة لا يليق الحديث عن الشعر وعن عن السوشيال ميديا في ظل الشعر وفي حضرة الشعر والأدب. السوشيال ميديا وهذه الفقاعات زائلة، يبقى الشعر ديوان العرب أستاذنا الكريم. نعم بالتأكيد. طيب أستاذ خالد، كيف تنظر إلى الحركة الثقافية عامة والأدبية أو الشعرية خاصة في سوريا قبل الثورة؟ سيدي، كان الشعر والأدب قبل الثورة ولا يزال ضمن المناطق التي يهيمن عليها النظام مأسور أسير الأدلجة، لا يستطيع الخروج عن النص أبدا. الشاعر والكاتب لا يستطيع الخروج عن النص أبدا، وإن خرج فسيطرد خارج البلاد أو سيدخل السجون. هذا أمر معروف للجميع، هذا أمر معروف للجميع، لا يمكن إخفاؤه عن أحد. يعني الأدباء والكتاب في ظل نظام الأسد مؤدلجون، مسخرون، مجرد أدوات وأبواق. ونحن نعلم أن نزار قباني رحمه الله لم يتسعه وطن كامل من المحيط إلى الخليج، حتى قضى وهو في بريطانيا على ما أعتقد. طيب أستاذ خالد، تقول بأن الشعراء بزمن نظام الأسد مؤدلجون وأبواق، هل يمكن أن نعرف لماذا أو كيف؟ يعني نسمع أمثلة. يا سيدي، طبيعة النظام تقتضي ذلك. النظام لا يمكن أن يقبل أو يسمح لأي صوت أدبي خارج السياق الذي يمشي عليه أبدا. هذا أمر مستحيل ومعروف للجميع. الأدب يجب أن يتوافق مع النظام وفكر النظام وهيمنة النظام وقرارات النظام. لا يمكن الخروج عن النص عند النظام، سواء لأديب أو لشاعر أو لكاتب أو لفنان أو لأي إنسان يبدع في مجال معين. هذا كلام معروف للجميع، إلا بعض الحالات الاستثنائية التي يوظفها النظام لتجميل نفسه، وهذا معروف أيضا. أمثال بعض الفنانين والممثلين والأدباء الذين أتيحت لهم فسحة لكي يجمل النظام بهم نفسه.
نعم بالتأكيد أستاذ خالد. إذن هذه كانت بعض من معاناة الكتاب والشعراء في ظل نظام أسد، ولكن بعد الثورة يعني أصبح الشاعر أو الكاتب أو الأديب أكثر حرية في التعبير عن آرائه من خلال استخدام المفردات التي يريد والألفاظ التي يختارها هو. وبالتالي هل تعتقد أن هناك أدبا جديدا يولد في سوريا في ظل هذا المخاض العسير الذي نعيشه الآن؟ لا شك أبدا. اليوم نحن أمام حالة أدبية جديدة متجددة دائما، أمام فضاء رحب، أمام فضاء واسع، أمام حرية كلمة، أمام ظهور شعراء وأدباء تفلتوا من القيد الذي كان يضعون فيه النظام، وصاروا أمام فضاء حرية واسع، وأطلقت العنان للأقلام والإبداع، وهذه حالة صحية وجديدة، نسأل الله أن تستمر وتتجدد بشكل دائم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أكيد يعني القاضي والشاعر والكاتب السوري الأستاذ خالد أحمد دعبول، نتابع حديثنا الشيق والممتع معك بعد الفاصل لنتحدث عن الأدب السوري وحركة الثقافة السورية قبل الثورة وبعدها. مستمعينا الكرام ابقوا معنا. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت. ما هي مصادر معلوماتك دكتور عبد العزيز، وإلى أي حد كنت شاهدا على الوقائع والأحداث؟ اللجنة كما ذكرت اللجنة مضيفة بامتياز، كان يومتها فهد الشاعر وكان صلاح البيطار ومحمد عمران كانوا بلقاء مع عبد الناصر يوم الحلقة. سنستعيد فيها صفحات من التاريخ السوري في ظل حكم البعث، يعني عبرة للأجيال القادمة. صفحات من دفتر البعث، وقائع حكم البعث والأسد وصراعات أجنحته وأسرار قياداته ورموزه، حصريا على راديو أورينت. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت. أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف من ألمانيا القاضي والشاعر والكاتب السوري الأستاذ خالد أحمد دعبول. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ خالد، ضيفا عزيزا على برنامج الأدب السوري الجديد. حياك الله أستاذ مايك. حياك الله أستاذ خالد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند أن فعلا هناك أدبا جديدا سيولد في سوريا وسيتجدد. اليوم هل هناك أدباء شباب سوريون يستوقفك نتاجهم؟ لا شك أستاذ ماهر. أولا لجهة تجدد الأدب، لا شك أن اللغة الأدبية تجددت وتطورت وتمردت بعد الثورة. لي أبيات في هذا الجانب أقول فيها: سألعن الشعر والتنميق والأدب إن كان لا يدرك الأهوال والكرب، وكيف للشعر ألا يستفيض دما إن حل هول من الأهوال أو نشب، هل ينضب الحبر والأرواح نازفة ومنبع الغدر جار بعد ما نضب، سألعن الشعر إن كانت مقاصده نسج المدائح والتبجيل والخطبة. الوظيفة الشعرية أستاذ ماهر انتقلت من مكان إلى مكان آخر. اليوم لم يعد هناك مكان للمدح وللخطابة وللنفاق. اليوم هناك حالة ثورية تعبر عن حرية، عن كرامة، تعبر عن متطلبات مجتمع كامل يجدها في الثورة وفي شعراء الثورة وفي أدب الثورة.
نعم، وأيضا هناك قصف ودماء وبحار وتهجير أيضا الملايين، وهذه فعلا يعني كلها تزينت بالشعر السوري تحديدا الجديد. ولكن أريد منك أستاذ خالد أن تذكر لنا، إن لم يكن لديك مانع طبعا، أن تذكر لنا بعض الشباب السوريين الذين فعلا يستوقفك نتاجهم اليوم. لا شك من الشعراء الذين أعجب بهم الأستاذ أنس دغيم مثلا، شاعر الثورة وصاحب الصوت القوي. هناك أيضا الحمصي الجميل الشاعر محمد العز الدين. هناك الأستاذ علي الزعبي الحوراني الأصيل. هؤلاء اعتبرهم شبابا من 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 جيل الشباب. هناك ايضا عمالقة كبار مثل الأستاذ عبد الرحمن الديخ، وهناك اسماء كبيرة جدا في 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 عالم الثورة. هناك من النساء الشاعرات الثائرات الأحرار الأستاذة صفية دغيم. هناك عدد كبير من الشعراء والأدباء الذين على صوتهم بعد الثورة. هل فعلا تجد أنهم فعلا يؤدون المهام المطلوبة منهم والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم، خاصة يعني وأن الشعر لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الشعر هو وسيلة لإيصال آلة الإجرام يعني التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري؟ لا شك لا شك، كما أسلفنا الشعر ديوان العرب، وهو ينقل كافة ما يقوم ويجول على الأرض وكافة الحالات التي تتم على الأرض. وأحسب أن الأدباء والشعراء لم يقصروا في هذه الناحية أبدا، بل نقلوا الصورة الحقيقية وصدحوا عاليا بصوت الحق والكرامة. نعم أستاذ خالد، بعد الثورة وجدنا كثيرين من الأدباء والشعراء عكفوا إلى الكتابات السياسية طبعا، والأسباب كانت واضحة للجميع. هل فكرت بالخوض في هذه التجربة، وفي حين فعلا أردت الكتابة بالكتابة السياسية، ماذا ستختار وعن أي جانب ستكتب؟ يا سيدي، يعني أظن أن السوري يولد والسياسة بدمه، يرضع السياسة من ثدي أمه، هذا حال الجميع. والشاعر من باب أولى أن يتعرض للسياسة وأن يكتب في السياسة، لكن يبقى مجال السياسة واسع ويعتمد على أفق معين، يعتمد على دبلوماسية معينة، يعتمد على نهج معين، على أمور تحصل يجب أن يطلع عليها الشاعر حتى يتقن فن السياسة. فن السياسة الحقيقة كبير وواسع، ولا يمكن أن يحيط به إنسان إلا من الممتهنين المختصين بالسياسة والعمل السياسي، إلا أنه لكل منا رأيه في السياسة وبعض التحاليل التي يطلقها. لا أخفيك أن لي آراء سياسية معينة، لكن لا أميل لكتابتها أو نشرها أبدا. نعم، كنت تكتب إذن قبل الثورة وكتبت أيضا وما زلت تكتب بعد الثورة، ما هو الفرق بين كتاباتك قبل الثورة وبعدها؟ يعني هل تجددت اللغة الأدبية؟ هل هجرت مفردات معينة وأدخلت أخرى بديلا عنها؟ لا شك، تحكمنا اليوم الحالة الثورية بشكل مطلق. قبل الثورة كنا مقيدون، لا نستطيع الخوض كما نشاء، لا نستطيع البحار كما نشاء. اليوم نحن في فضاء حرية كامل. يعني أستأذنك أيضا، دائما وأبدا نحن نتابع الحالات. أستأذنك ببعض الأبيات من قصيدة جديدة تفضل كتبتها بعد زيارة الرئيس الفرنسي للبنان ولقائه بالسيدة فيروز، ونحن نجل السيدة فيروز ونجل الفن. إذن هي هذه الأبيات جديدة، إذن لم يمضي عليها أيام قليلة فقط. تفضل أستاذ خالد. جديدة نعم جديدة. أقول فيروز: ما عاد الهوى يعنيني، والقهوة السمراء لا تنشيني، تلك الصباحات الجميلة غادرت، سرقت أحاسيسي وكل حنيني، شادي الذي غنيت عنه بحسرة ذبحوه يا فيروز بالسكين. فيروز ما عاد الغناء يروق لي،
صوت الرصاص ووقعه يرديني، ما عاد لي صيف ولا كرم ولا بيت يلم تشتتي يأويني. بردا يئن، أما سمعت أنينه؟ والحور يبكي مصرع الزيتون، وهناك من فرط الأسى صافة وجعت، ففاض تألمي وأنيني. ألقت رياض الغوطتين حجابها، واستسلمت وبكت دما يشجيني. غورو على الأسوار بات مرابطا، عادوا حشود يا صلاح الدين. فيحاء ويح القلب يا أموية، جاس المجوس بخسة الملعون. أهشام والبستان أضحى ملعبا لمقامر متغطرس بوتيني. يا أمة قتلت كرام رجالها، من بعد موتك ما الذي يحييني؟ فيروز، ما آن الأوان لتضحكي، خلي ابتسامات الحبور لحيني. يعني بصراحة أستاذ خالد لا أعرف كيف أشكر كلماتك، فعلا الرائعة الرائعة والأكثر من رائعة فعلا. العتب بالتأكيد على كل من خذل السوريين والثورة السورية، وعلى كل من سكت عن هذا الإجرام. بالتأكيد بسبب ضيق الوقت سأعتذر من حضرتك بسبب ضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج، وكان بودي بالتأكيد يعني أن نتحدث أكثر مع حضرتك، ولكن وقت البرنامج شرف على الانتهاء. القاضي والشاعر والكاتب السوري الأستاذ خالد أحمد دعبول، شكرا 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 جزيلا لمشاركتك معنا بهذه الحلقة، على أمل اللقاء بك بحلقة جديدة إن شاء الله، ونتمنى لك مزيدا من الصحة والسلامة والإبداع. شكرا جزيلا أستاذ خالد، وشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة يوم الأحد القادم. دمتم في أمان الله. كنتم تستمعون إلى قراءات وحوارات في الأدب السوري الجديد. إعداد وتقديم ماهر أبو علي، تنسيق المقابلات محمد الأحمد وأحمد الحمصي، الإخراج الإذاعي حسين قسوم.